السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير بنسبة شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا وعليكم وعلى كل العالمين بألف خير. يسعدني جدا أني أنا نقدم هذا البرنامج في نسخة ثانية فطورك علينا اللي حيكون من مدينة بنغازي. هذا البرنامج اللي في داخل معانيه وداخل كلماته الود والسعادة والخير، الود باستضافة كل الضيوف، والسعادة دائما بكم ومعكم، والخير اللي مازال ولازال فينا وفيكم. هذه السعادة بوجود الرعاة اللي شاركوا في هذا البرنامج بعد ما طرقنا أبوابهم، رحبوا بكل سعادة وقالوا احنا شركاء معاكم في هذا البرنامج. نحب نذكركم بفكرة هذا البرنامج، تدور هذه فكرة البرنامج حول استضافة شخصيات من مدينة بنغازي بشكل عشوائي، يتم اختيارها من الشارع الليبي وبعدين ناخذ هذه الشخصية ويكون معنا في جولة في مدينة بنغازي، نختاره أو هو يختار اللحوم ويختار الفواكه والمواد الغذائية على حسب عدد أفراد أسرته خلال شهر رمضان الكريم. هذه السعادة وهذا الود وهذا الخير أكيد بمشاركتكم ومشاركة كل ضيوفي الجدد في هذه الحلقة. نسأل الله أن يوفقنا بأولى حلقاتنا من برنامج فطورك علينا بإذن الله، ونتوكل على الله على بركة الله أولى حلقة من برنامج فطورك علينا. عدناكم من جديد وجولة في مدينة بنغازي. الجو في طاعة الله اليوم يعني عجاج شوية، لكن إن شاء الله خير. ماشيين نشوف من حيكون معنا سعيد الحظ اليوم في حلقة اليوم. هذا شارع يسمو فيه شارع سي عبد الجليل أو شارع عبد الجليل، تحديدا في منطقة البركة. سبق أن في الموسم الأول صورنا حلقة هنا، وكان أعتقد ضيف مبارك العقيلي، الذاكرة إذا كان لم تخوني الذاكرة مبارك العقيلي كان ضيف الحلقة. هذا الموسم الثاني في رمضان، شهر رمضان الكريم، توا ماشي ناخذ جولة، قلنا نشوف الحلقة هذه يعني نقربوا من وسط البلاد، تحديدا سوق الحوت، نشوفوا السكان اللي قدم لهذه المنطقة ونشوفوا كيف الأجواء غادي خصوصا في شهر رمضان الكريم. فإن شاء الله يكون معنا سعيد الحظ اليوم باختياره بشكل عشوائي. هنا يسمو فيه قوس البريقة، منطقة البركة في يسمو فيه قوس البريقة، مشهور في معالم، بعض معالم مدينة بنغازي تعرف بعلامة دالة، أو سواء كان محل أو كان منطقة أو كانت حتى قبيلة أو عائلة معينة معروفة، يقول لك شارع قبيلة كذا، شارع كذا، ما يقولوش قبيلة طبعا، لكن يقولوا شارع عائلة كذا، معروفة في مدينة بنغازي في بعض العائلات العريقة الموجودة في مدينة بنغازي، يسمى الشارع على اسمهم. زحمة اليوم زي ما قلت، الناس تسارع قاعدين على سواء كان على يلحقوا على المغرب، ولا تسارعوا على شراء حاجات اليومية للعائلات، فبالتالي تلقى في بعض المناطق ازدحام وتلقى في بعض المناطق أخرى الأمور ماشية متسيرة. يعني من زمان كنا نقوله على الطريق السريع ان هي طريق سريعة، لكن اعتقد في كل المدن الليبية ان ما اصبحش طريق سريعة من الازدحام التخطيط. في اللي يقول والله سوء التخطيط، في اللي يقول تنظيم المرور احيانا لا دور في موضوع الازدحام، لان يعني حركة السير مش منتظمة. في مرات يقول لك في مصطلح يقول لك ازدحام مروري منتظم، تلقى ان انا معروف المعدل وصولك لمنطقة معينة يوميا، خلاص اصبح يقاس بالدقائق ما بيش يقول بالساعات. ما اعتقدش ان في منطقه توصلها في مدينه بنغازي من منطقه لمنطقه تتجاوز الساعه، وحتى لو كان في ازدحام مروري، لكن اغلب المناطق اللي في مدينه بنغازي بالدقائق، يعني يقول لك مثلا 40 دقيقه نوصل نكون عندك 20 دقيقه. فهنا نحكوا فيها خشيت على موضوع المرور، ولكن هاو كثقافه عامه عن الوضع في مدينه بنغازي، ان الموضوع كله في ازدحام مروري مقنع ومنظم، وفي بعض الأحيان وعلى حسب المناسبات سواء كان في شهر رمضان الكريم أو كان في أعياد، تلقى أن موضوع الازدحام غير مبرر، تلقى منطقة أن فيها ازدحام، تلقى أن بعض الما يعني اللي مدرس غلط، وفي اللي تلقى أن للأسف يعني سلبية في البعض لدى البعض يعني، وأنا من ضمنهم. يعني إذا كان مرات صادف الموضوع أني أنا مسرع، ولا أني أنا نازل لحاجة باعتقادي اني انا حننزل سوبر ماركت، ولا ننزل
للمحل في السريع، نقول ما نش مطول 3 4 دقايق وبنشري حاجتي واتيه، وتلقى حد تسلم عليه وتلقى حد تهدرز عليه وتلقى حاجه انك انت يعني مش موجوده، جيت تسال يقول لك والله شوف اخر طرف مثلا في الثلاجه اللي جوا، هذه خالك طبعا تقعد برات حتى بالعشر دقايق. فمش عمليه تنظير، ولكن عادي المرات الحد فينا يقع في هذا المحظور، معروف هذا محظور. مرات يكون شرط امور تقولها ثلاث دقيقه واحده بس نجيب حاجه ونجي دقيقه، هذه طبعا خود لك دقيقه. فتو هيكي احنا بالضبط جهه ساحه الكيش والمتحف التركي على يسارنا، وباتجاه سوق الحوت الطريق واضحه والامور تمام فاضيه، وان شاء الله يا رب ديما هيك تكون بالخير فاضيه. انا من الناس اللي بامانه يعني ما نكره الزحمه، اعطيني طريق طويله، وهذا اغلب الشباب يقول لك اعطيني طريق مدادي خذ معك واحد مش ملال، لكن زحمه ودرس ومره مرشه اولى مره مرشه ثانيه والاشياء هذه كلها، هذا الوضع ما عادش عندنا صبر. الجو تحسن، بداتك خصوصا قرب اذان المغرب، فالوضع تلقى فيه بروده سبحان الله. هذا كوبريات اللي يقول عليهم كوبريات المدينه الرياضيه، وعلى يميننا منطقة سيدي حسين سيلس، وهذا قاعة مرحوم سليمان الضراط اكيد معروف المعروف احمد البغازي، القاعة او صالة رياضية خاصة بالالعاب الجماعية والالعاب الفردية مثلا زي مثلا كرة الطائرة كرة اليد السلة، هذا على اليسار. اليوم نعرفكم شوية على المناطق واحياء مدينة بنغازي. وقاعدين توا في هنا وسط البلاد، في قلب وسط البلاد، هذا مسجد سي محمد او مسجد تحديدا زيد بن ثابت. شوفوا الرجل الطيب اللي حيكون معنا اليوم. السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالك يا حاج؟ شو اخبارك؟ طيب شو امورك؟ الحمد لله كل عام انت بخير ان شاء الله، رمضان كريم ان شاء الله. شو اخبار صحتك؟ طمنا. شو الاجواء؟ احكي لنا. الحمد لله طيبين. قبل شويه اليوم. لا اليوم قبل اليوم. طاعة الله. شو اخبارك حاج؟ الحمد لله. الحمد لله يسلمك يا حاج. احنا برنامج مفطورك علينا. برنامج اجتماعي، واليوم اخترناك كيف من دون الناس انك تكون معنا ضيف. ويشرفنا وجودك معنا. اذا كان عندك وقت نمشوا بعضنا الغذائيه هيك ونحكي لك في طريق فكره البرنامج. هاي تفضل معنا. هاي تفضل. كيف الحاج؟ شو اخبارك؟ طمنا عليك. الله يسلمك. الحمد لله في نعمه، يبارك فيك ان شاء الله يا سيدي. رمضانك كريم ان شاء الله وكل عام انت بخير ان شاء الله. الله يسلمك. الحمد لله في نعمه، تجينا بخير ان شاء الله يا رب. الحمد لله الحمد لله. سي محمد ولا؟ محمد. كيف حالك سي محمد؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله بالعالمين. طمنا على المنطقة والناس، شفتها بدأت ترد. الحمد لله. لا الحمد لله تمام. باهي الحمد لله. ديما واحد يفوض أمره لله، ربك كريم. لا الحمد لله. كما تقول الحمد لله ربك يفرجها. ونعمة بالله ونعمة بالله. سيدي الدنيا مازال فيها خير الحمد لله. لا اللي بخير. واليوم احنا سعداء تكون معنا اليوم في هذا البرنامج المتواضع. هذا البرنامج طبعا اسمه فطورك علينا. فطورك علينا. ايوه. عبارة عن نختار حد يفوز معنا، كل مرة نختار شخص في مدينة بنغازي بشكل عشوائي، ان نختاروه هيك من صدفة بدون الناس، يعني انه يكون معنا في البرنامج. ناخذوا جولة في محلات الغذائية، وناخذوا جولة في محلات الجزارة والخضروات الفواكه ان شاء الله باذن الله اللي يسدك وبزيادة ان شاء الله. لا لا وهذه عبارة عن جائزة مقدمة اكيد من الرعاة من هذا البرنامج ومن قناة ليبيا روح الوطن. الله
أنا يزيد اسمي عماد الدين الشباح. أهلا وسهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا بك. طيب يسلمك. وهذا طبعا السنة الثانية كنا دايرينا في 2019 وهذا السنة الثانية من البرنامج. إن شاء الله عليكم. إن شاء الله السنة الثالثة والرابعة والخامسة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. تقدم شوية بشوية بدأت تحمر الحمد لله. إن شاء الله. لا شفت الوضع تغير الحمد لله. الناس بدأت ترد الحمد لله والضيفي والأمور تمام يعني. قبل كانوا الناس مريبين شوية لكن تمت تقول واحد وكل مرة واحد يجيب الآخر واحد يجيب الآخر محلات محلولات ما شاء الله. وقول لي الجيران ردت جيران الأولى ولا في اللي باع ولا في اللي باع وفي اللي مقدم من أهل المنطقة يا حاج إن شاء الله قدم نحن معروفين في البلاد معروفين أنا حتى زمزم أهلا وسهلا عارفين سكن شارع رويس أنا عن سيد رويس يقول له رويس هذه قديمة شارع رويس مقدم علي ما شاء الله عرب من غازي الأولي مرحبتين أنا كنت نسكن في سكابلي زمان قريب منك هاي سيد أسير سكابلي هاي سكابلي غادي يعني ولد المنطقة أنا أنا أعرفها كويس أنا شرياني بس حسين العتم قطيف هذوم عتم قطيف طبعا هاي معروف الرازق هذوم كانوا جيراني بشارع شويخات اها مولودين غادي مش واحد انا وياه ما شاء الله الله يبارك هو يفطر عندي وانا افطر عنده في الصبح من عنده المدرسه الله ربي يدوم ما شاء الله تعرفهم السنن بس ربي يدوم ربي عليك السنن الدنيا ما هناك شيء احنا ديما نقول بنغازي شرعين ودردوحه شرعين ودردوحه بنغازي ايوه معروفين هلها ومعروفين ناسها وحتى اللي يجي الحمد لله ب ب ب بما يكس ما ربي نكرمه ديما في الضيف وكل وكل مناطق ليبيا وكل مدن ليبيا الحمد لله الدنيا بخير حلوه لما تسكن في 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 منطقه وتلقى انك انت تربيت فيها وتراعات فيها صح والله متحمل بها حاجه صح صح تلقى الجيران يبغوا موجود جو البلاد بتحرك وسحسين سكاب لا ما كنتش بامانه ما كنتش متوقع يعني قلت لك انا مسكن منطقه كنت هنا في سكابلي ما كنتش متوقع ان ما شاء الله الناس ترد في حوشينا لا ترد بشوي بشوي الناس تم ترد يجي واحد يجيب الاخر عربنا والناس اللي كيفك والناس الطيبه يعني يحبوا الدنيا ويحبوا الحياه رغم الصعاب الموجوده لكن لا معلش بالضبط لكن زي ما قلت انت وحده وحده تمشي الامور تمشي ما بيش الحمد لله كل مره حاجه كل مره كل مره حاجه ان ربك خلاص يسهل الامور الحمد لله رب العالمين وديك الحانات عند رب العالمين ونعم بالله كيفش الأجواء في أول يوم رمضان كيف اللمة الجيران ومازلنا كيف لولي أو منطقة مازالت جودة نحن بالنسبة للبلاد ما تحبنا البلاد كيف قبل تسوي الحوت ديما قبل المغرب بساعة ثلاث ساعات أربع ساعات هل تسوي الحوت الشباب يجوا من كل جهة ما شاء الله كل جهة كل مرة مزار يكبر كل مرة كذا كذا وعلي طاولات وعلي علي هني هذا متعودين عليه من كل موسم رمضان مزبوط مزبوط وإن شاء الله وشباب رمضان كريم الله أكبر الله العادات لولا أنت اللي نعطيك صينية ترد لي صينية ندوق وكالي وندوق وكالك لازالت موجودة في رمضان والله هام شباب موجودة جواني كويس باي الحمد لله هذا يخلق ود بين الجيران والعيش وملح ويقوي العلاقة بين الجيران في بعضهم الجيران مسيبش في بعضهم اي والله الحمد لله ما ينسوش في بعضهم وفي رمضان كيف أول يوم أنت يعني بعد المغرب وين أكثر مكان تحب تكسل فيه سوق الحوت على الكورنيش تمشى والله ديما مع الخوذ الخامسة هكي ديما سوق الحوت تمشى سوق الحوت حلو على البحيرة شوية حلو برمات على سوق الحوت هذا الدهويرة تكفي أي والله بالدنيا بالدنيا بتشعر من رمضان كريم صحيح صحيح تشعر من حاجة رمضان الحمد لله طيب يجيب خير رمضان هذا بيجيب خير يا ركيب مازال الدنيا بخير الحمد لله رب العالمين من أول بداية الحلقة نسمع في كلمة الحمد الحمد لله على لسانك وربي دام عليك حمدا إن شاء الله الرضا كويس لما يكون واحد راضي عن اللي قدمه ربي بكل شيء نحن راضيين به نحن هذه حجة رب ونعم بالله فيني متوسط وفيني سفي وفوقني له وطوفني ربك هذه نقسم من أرزاق ونعم بالله ما عندكش من مفر صح والناس تفهم تعرف ان ربي سبحان الله خلقنا نحتاج لبعضنا يعني انا نجيك سي محمد نقول لك والله نبي حاجه عند فلان او نبي عندي موضوع عند فلان مش توسط لي ولكن نشوف لي كيف حتى النسب مرات تقول سي محمد يقول لك والله بالنسب عند فلان بالله نبيك توقف معايا نبيك توقف معايا صح صح ربي خلقنا سبحان الله محتاجين بعضنا دائما
ديما محتاجينها ديما الواحد الحمد لله الحمد لله ما بش حاجه عندك رب العالمين الحمد لله. شو رايك نبدو باللحم قبل؟ ان شاء الله انت وغير تمام على حسابك اليوم احنا ان شاء الله هاي تدلل تفضل نبدو باللحم بعدين نبدو بالفواكه والمواد الغذائية ان شاء الله هاي تفضل الله يعاون كيف حالك؟ الله يسلمك كل عام وخير رمضان كريم ان شاء الله الله يسلمك واللي يجي في عينك يا سي محمد اعطيني اهل الكتف اه ان شاء الله قطع سي محمد قطع اه ان شاء الله شو رايك مع الحمايات هذه ناخذوا مفروم تمام وناخذ الدجاجه معاها الدجاجه ان شاء الله انت كريم واحنا نستاهل وزيد لنا اخرى زيد لنا طبق هذا كيف ما هو خليك شنو اجواء رمضان معك مستعدين على الخير ان شاء الله ان شاء الله يا رب بارك الله فيك الله يحمد أعطينا مفروم بارك الله فيك ناخذ كبدة ناخذ ما تدور شيء ما تدور شيء على حسابك اليوم كبدة كبدة شو رايك كبدة أعطينا كبدة كبده مع الرز بالخلطه والحركات اه ضروري من هاي تمشي الامور كل عام انتم بخير ان شاء الله رمضان كريم ان شاء الله بارك الله فيك نبدو في الياغورت شن الزبادي تمام تمام في زبادي عادي شنو بالموز ولا ساده ولا ساده ساده جبنات مالحه ما جبنه وكذا مالحه لا جبنه نجيب لك ملح خفيف مثلا براحتك اللي تبي نجيب في عينك يا سي محمد جبنه عاديه هاي جبنه عاديه هاي ناخذ هذه الولد هاي ناخذ واحده فشكيري ناخذ شرايح بسم الله ناخذ زبده تمر دقله ايش رايك؟ تمر دقله هاي الحليب طبعا الحليب حليب المراعي هذا من راعي اليوم حلقه اليوم معنا ان شاء الله اعطيك ان شاء الله 8 بكوات حليب ومعطيك اعطيك حليب حكيه واعطيك حليب سنتوب هذا من راعي حلقه اليوم ناخذ دجاجه شيل اللي تجي في عينك خذها
هذه؟ نعم. هاي توكلنا على الله. تعرف طيب سي محمد؟ تعرف طيب؟ تجيب على ايش رايك ناخذ البطاطا والخضره؟ البطاطا والخضره تفضلي. يسدك وزياده خود، ها؟ وزياده خود. كل عام تو بخير، رمضان كريم. اضحكك يا ايوه. لا لا عنك عنك سي محمد، امشي روحك. شكرا. هاي سي محمد شوفوا المواد الغذائيه، ناخذ جوله على يسارك. هاي على يسارك نبدا بالزيت والطماطم والدقيق، ايش رايك؟ تو نبدا المكرونه. شوف سبيقه، في سبيقه واحد في اثنين، شوف اللي دقيق. تعرف نوعية كويسة ولا اللي تجي؟ اللي تجي اللي تجي. تكوية حلوة دي مع قبل السحور بشوية. ايوه. شو ناخذ أخرى سي محمد؟ فاصوليا. يعني مش ناخذ الزيت وال زيت الطماطم. هاي سي محمد. ايه قاعد نشوف التن والحاجات الاخرى. بكي ثقيل عليك، خليه يشيل عليك. لا 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 خليه، خليه يشيل عليك. فوق الصغير عم نتدلل. بارك فيك. يسلمك يا رب. شنو اكثر وجبه قريبه من سي محمد؟ ديما المكرونه البوخه، ديما حشيشك مكرونه بوخه. البوخه ما شاء الله. عاد ناخذوا تنو وحاجاتك بتاعت السحور والزيتون و... طبعا بالنسبه للمنظفات شركه لميس مقدمت لك كوبون بقيمه 100 دينار. شكرا عبيده. هذا كوبون بقيمه 100 دينار من شركه لميس، تختار به المنظفات اللي تبيه في حدود هذه القيمه، وكان زادت خلاص احنا تحت امرك ان شاء الله. تعال ناخذ جوله هنا نشوفه في المنظفات. نبدو من هنا سي محمد. بسم الله. هذا يعطر في الملابس. ملابس تعطر. ايوه هذا جميل جدا من شركة لميس.
وهذا بتاع الغسالة. غسالة شو نختاروا له؟ صابون سائل لميز حتى هو ممتاز ممتاز جدا. وشركه لميس هواسي محمد. ايش هذا؟ معطر بتاع ارضيه. ارضيه غسالة سي محمد. طماطم ولا عاديه؟ طماطم. طماطم تمام. هذا تايك ما له خلطه. هذا مقدام شركه منتجات لميس شركه المدهش. ايش ايش محمد يجي في عينك؟ قصدي ما حسيت حشم متردد. رب نجيبنا نفطر معاك المضارة. لا تفضل. الله يسلمك. الله يطول عمرك. خلاص معنا نعدوا ناخذوا العصائر بعدين نروحوا ناخذوا الحليب الباكو وحليب الحكية وحليب السنتوب. السنتوب من راعي من حلقتنا اليوم. الله يبارك فيكم. سلمك. سلمتوا طيبين ان شاء الله. طيبين ان شاء الله. بخير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وهذا مكسبنا اليوم معرفتك. الله يبارك فيك. مكسب لنا احنا معرفتك. الله يبارك فيكم. ونجوف في المنطقه ونجوف نكزدوا معاك ان شاء الله ونسحروا معاك باذن الله. حلو شمية ضروري طبعا في رمضان. رمضان شهري معي. فيك الكوليسترول والدهون. شاي الخضرة باهية. ان شاء الله كل عام انت بخير. انت بخير وانت طيبين ان شاء الله. رمضانك مبارك ان شاء الله. انتم طيبين كل سنة طيبين ان شاء الله يا رب العالمين. سي محمد مبسوطين انك انت معنا اليوم. سعداء جدا بك. انت طيبين. واحد من قامات ومن اهل البلاد المعروفين ان شاء الله. واليوم جمعتنا الظروف بيك صدفه وان شاء الله تجمعنا بيك الظروف مره صدفه. هذا الحليب مقدم من شركه طموح وكيل دناو وكيل حليب المراعي وايضا ديلاك حليب الاطفال. نقدم لك حليب بكوات وحليب حكيه وايضا حليب سنتوب. سنتوب صغار. بيش مرة فترة مع الحليب باكو مرة صغير. نبي كلمة أخيرة منك ورمضان كريم إن شاء الله. دعوة كل اللي سنتوا طيبين يا رب. وربي يهدي البلاد إن شاء الله. ربي يهدي البلاد والعباد إن شاء الله. إن شاء الله. يرجع للعباد الله إن شاء الله. إن شاء الله. سعداء جدا بيك أنت وإن شاء الله. أنتم طيبين. نشوفوك السنين الجاية إن شاء الله. أنتم طيبين إن شاء الله. سنتوا طيبين إن شاء الله. بارك الله فيك سي محمد. إن شاء الله نشوفكم طيبين إن شاء الله وأنتم طيبين. شكرا كرام. ختام هذه الحلقة أكيد ختام مسك مع سي محمد. إن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة بإذن الله هتكون بكرة بنفس الآلية ونفس الفكرة.
الصدفة دائما هي اللي تجمعنا بكم، ورمضان كريم، مائدة رمضان قناة ليبيا، روح الوطن دائما تجمعنا بالخير إن شاء الله يا رب. شكرا لكل الرعاة اللي ساموا في هذه الحلقة والحلقات القادمة، شكرا من ساموا حتى بالكلمة الطيبة. ونهاية هذا البرنامج عندي كلمة كان حنقولها بإذن الله، ولكن نهاية الحلقات، لأن في بعض الرعاة رفضوا ذكر اسمهم، وإن شاء الله يا رب يكون في ميزان حسناتهم بمشاركة ونجاح هذا البرنامج. في نهاية الحلقة نتمنى لكم كل الاحترام والتقدير، وإن شاء الله نتلاقوا بكرة في نفس الموعد في أمان الله.